تمام؟ واحد من أغبياء السناب إيش كتب لي؟ كتب لي والله أمي تقوم الليل 30 سنة، ولما شافت سنابك وأنت في الملعب قالت الله يأخذها أخذا مقتدر. تخيل تخيل. فالمهم كتب لي هذه شعور الناس اتجاهك غير المراهقين. عارفين إيش رديت عليه وقلت له؟ قلت له الله يطول بعمرها إن شاء الله وتدعي على الناس أضعاف. ليش؟ لأنه في ملك على اليمين وعلى الشمال بيكتبوا، إيش بيكتبوا؟ ولك بالمثل، أي حاجة تقولها ولك بالمثل. فيا جماعة انتبهوا، انتبهوا من الأدعية، انتبهوا من أي شيء أنت تقوله، ترى في ملائكة بتكتب ولك بالمثل. طبعاً انجلط يعني، الحمد لله أنا ما بدي، الحمد لله ما بحب أدعي على أحد، بس يعني الله قال قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على أي أحد بيأذيني وأنا ما أدري عنه. الله يبعدهم عني يا رب، أولاد الحرام، أولاد الحرام. بس وما عليه، أنا بدي آكل. مرحبا، مساء الخير، شفيك؟ لندن. لا ما بدي لندن، بدي باريس. المهم أنا جيت على عزيز مول أعمل شوبينج، أوكي؟ معلش على المنظر لا أحكي لكم، وشوفوا كم حبة طلع لي هنا جبالي النفسية. ما علينا، المهم والله حبيت أسلم عليكم بس. يا والله تخيل لسه أنام وأصحى يطلع لي حبوب، والله مع إني لي كم ما حطيت ميك اب. شوفوا يقول لك لما تطلع لك حبوب زي كده لا تقعد تتفرج عليها في المراية عشان النفسية بتزيد وبيزيد حبوب سبحان الله. فبس أنا مش تعمل يعني. حبايبي في موقف بقول لكم اياه صار معايا اليوم. طبعا انا ضعيفه عند الساعات بالذات شيء او شوفين شيء. شوفوا هذه النيو كولكشن الجديد، مره حبيت. وهذه كمان احترت صراحه، احترت. شوفوا حبايبي، الحين جيت على البوتيك علشان اشوف التربانات، لاني حابه اخذ تربان. عجبتني اشكالها مره الصراحه، احترت. هذه السادة حلوه، هذه حلوه بعد، هذه كيوت. وهنا في قطن، بس انا ما بحب القطن، بحب الفخامه اكثر. شوف التربان اللي اخترته من عند سارة حجاب، مرة عجبني. شوفوا طبعا كلها حتشوفوها في اللبس.